السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أيام قليلة طلع علينا هذا الملحد. يا عم قلنا 100 مرة أنا مش ملحد، أنا ربوبي. بس يا ملحد خسئت. طلع علينا هذا الملحد اللي اسمه آدم المصري، عمل فيديو بعنوان لا إكراه في الدين، بيدعي أن الإسلام انتشر بالسيف عن طريق الفتوحات والغزوات. هو أنا اللي بقول ده تاريخ الإسلام هو اللي بيخرس يا ملحد، وأن تلك الفتوحات المسالمة لنشر دين الله هي نوع من أنواع الإكراه على الدين والعياذ بالله. بيخدعوكم، هيموتوا هيموتوا ويضيعوا على المسلم آخرته. طب والجزية سعادتك؟ والجزية يا إخواني لم تكن إكراه، الجزية لم تكن إكراه، بل هي أجر مالي للدفاع عن أهل الكتاب، بل وكانت الجزية مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالزكاة. وأكرر، هؤلاء الملاحدة يضحكون عليكم، فلا إكراه في دين الله، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ طب وبالنسبة لقتل المرتد عن الإسلام ده برضو لا إكراه في الدين؟ مين فينا اللي بيضحك على الناس؟ يلا قوم بينا يا احمد يا ابني عشان نصلي العصر. لا معلش يا بابا، صلي انت انا مش هصلي. وايه يا ابني اللي انت لابسه ده كمان؟ وبعدين هو ايه اللي مش هصلي؟ استهدى بالله، استهدى بالله وقوم معايا. دي الموضه يا بابا، وبعدين انا مش هصلي، اصل انا سبت الاسلام. نعم، انت تطلت يا ابني ولا مالك؟ انت اكيد بتهزر. ها اكيد دي الكاميرا الخفيه مش كده؟ كاميرا الخفية. يا دي يا احمد يا صايع، بتعمل الكاميرا الخفية على ابوك يا واد. يلا يلا قوم عشان هنتأخر على الصلاة بقى يا ابني. يلا ده فرض من فروض الله يا ابني، مش ناقصين سيئات. يلا قوم الله يكرمك. كاميرا خفية ايه يا بابا؟ انا مش بهزر، انا بجد سبت الاسلام. لا انت بجد تهبلت بقى. اسلام ايه اللي سبته يا ابني؟ انت في حد لعب في دماغك ولا ايه؟ حد بيسيب الدين الله يا ابني؟ يعني اصل انا من فترة كده وانا متابع واحد اسمه ادم المصري، وبصراحة اقتنعت بكلامه، وبقيت حاسس ان الاسلام او الاديان عموما يعني من صنع البشر. استغفر الله العظيم، هو يوم باين من اوله. احمد يا حبيبي اعقل كده وما توديش نفسك في داهية، الكلام اللي انت بتقوله ده هيضيعك. ده انت يا ابني ممكن تتقتل على الكلمتين دول. اتقتل؟ اتقتل ليه بس يا بابا؟ مش ربنا بيقول لا اكراه في الدين؟ الله، في ايه بقى؟ انا حر. لا حر ايه يا حبيب ابوك؟ ربنا اللي قال لا اكراه في الدين قال برضو فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. واجماع اهل العلم ان تارك الصلاة يقتل ان لم يستتاب. طب ما هو ده اهو يبقى تناقض كده في القرآن يا بابا، ويبقى ادم معاه حق. يا اخي جاتك وكس عليك انت وادم بتاعك ده، قوم يض يلا عشان نصلي. طيب بلاش ادم يا بابا، انا بسمع لبعض الشيوخ بتوع ملف الالحاد وكده. يعني بتسمع لمين؟ بسمع للشيوخ. ايوه مين الشيوخ دول يعني؟ الشيوخ اللي بيردوا على ادم يا بابا والملحدين التانيين، الشيخ هيثم طلعت والشيخ عبد الله رشدي وغيرهم يعني. ايوه يعني مالهم دول؟ هم كمان بيحاولوا يكذبوا ادم، وبيقولوا ان فعلا لا اكراه في الدين، وان القتل والكلام ده بس في جهاد الطلب، وإن غير كده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإن يعني لو رسالة الإسلام وصلت يبقى خلاص كده، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا بابا مين يا ابني اللي قالك كده؟ الشيخ الدكتور هيثم طلعت. بيضحك عليك يا ضنايا وإنت عيل أهبل بتصدق أي حاجة. تعالى يا ابني نفتح موقع إسلام ويب وناخد الفتوى من اهل الفتوى، مش ادم والشيوخ العجيبه اللي انت بتسمع لهم دول. الموقع بيقول لك ايه بقى يا ضنايا؟ ليس المراد بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين حصر القتال او قصره على من بدانا بالقتال.
وفي تفسير ابن كثير لقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يقول أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري، من المثلة اللي هو يعني التمثيل بالجثث وكده، والغلول وقتل النساء والصبيان وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ده معنى قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، مش التهريج اللي بيقوله الشيخ بهجت واسمه ايه التاني ده أدهم ولا ايه؟ طلعت طلعت يا بابا مش بهجت، والتاني اسمه آدم مش أدهم. أدهم آدم بلا خوتة. أيوة يا بابا، بس ده ما ينفيش إن ربنا قال لا إكراه في الدين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أنا عادي من حقي أسيب الإسلام، أنا مش مغصوب إني أفضل على دين أنا مش مقتنع بيه. الله تاني برضو هيقول لي أنا حر أسيب الإسلام. خلينا طيب نكمل قراية من نفس الصفحة. لا تعارض بين قوله تعالى لا إكراه في الدين أو قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبين حديث من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري. وقد أشار القرآن إلى قتال المرتدين كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد استدل بعض أهل العلم على عقوبة المرتد في القرآن بقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويكمل موقع إسلام ويب ويؤكد كما سبق لنا أن بينا أن عدم الإكراه في الدين لا يعني الأمر بحرية الاعتقاد، وذلك في الفتوى رقم 170-755 اخذ الشيطان يا حبيب أبوك وقوم صلي. مفيش حاجة اسمها أنا عايز أسيب الإسلام وما بقتش مقتنع بيه، أنت كده بتحط رقبتك على حد السيف. سمعني؟ يعني إيه؟ يعني أنا مش حر؟ مش حر أختار؟ طب أنا ما اخترتش الإسلام، أنا اتولدت فيه، أنا اتولدت لقيت نفسي مسلم وكبرت وما بقتش مقتنع، وحضرتك بتقولي إن هو هو كده هو سجن مؤبد يا إما أفقد حياتي. هو أنا اللي بقولك ده الإسلام هو اللي بيقول يا حبيبي، دين الله أهل العلم والعلماء. طب ما هو آدم المصري كده يبقى معاه حق يا بابا. تاني هيقول لي آدم المصري؟ أيوة تاني وتالت وعاشر، لأنكم بتضحكوا على الناس وبتخبوا النصوص والفتاوى والتفسير اللي بتؤكد أن حرية الاعتقاد والتعايش مع الآخر وكل ده بلح. السيادة الشيوخ الأفاضل اللي متبنيين ملف الإلحاد وبيطلعوا يردوا علينا عمال على بطال، ليه بتردوا على الملحدين أو اللادينيين فقط اللي بيكشفوا حقيقة دينكم؟ ليه ما بتردوش على أهل العلم وتسخنوا كده وتعملوا فيديو يكذب الشيخ العلامة ابن باز، أو تعملوا فيديو يشجب فتاوى الشيخ العالم الجليل ابن عثيمين؟ انتوا بس فالحين تطلعوا تفردوا عضلاتكم على اللادينيين اللي بيكشفوا للناس أكاذبكم لترقيع الدين، لأن الحقيقة في هذا الدين إنه انتشر بالسيف وبفرض الجزية على الآخر وبقتل كل من خرج عنه من مرتدين، ثم تطلعوا علينا كذئاب في ثياب حملان تشيدوا بسماحة هذا الدين وحرية العقيدة والتعايش السلمي مع الآخر. هل يجرؤ الشيخ هيثم طلعت مثلا انه يعمل فيديو ينتقد فيه العلامة ابن باز حينما سئل ابن باز اذا كان الاسلام قد اقر حرية العقيدة فلماذا يحارب الوثنية والارتداد والإلحاد؟ فأجاب وقال الإسلام لا يقر حرية العقيدة، وإنما الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم بها ويفرضها على الناس، ولا يجعل الإنسان حرا يختار ما شاء من الأديان، لأن القول بأن الإسلام يجيز حرية العقيدة هذا غلط. الإسلام يوجب توحيد الله والإخلاص له سبحانه والالتزام بدينه والدخول في الإسلام والبعد عما حرم الله. تقدر ترد على العلامة ابن باز؟ لا،
ما تقدرش ولا تجرؤ تعترض على هذا الكلام. الأسهل إنك تطلع ترد على الملحدين واللادينيين وتعمل فيديوهات تثبت المؤمنين على الكذب. هل يجرؤ الشيخ عبدالله رشدي مثلا الذي يرفع راية الأزهر ليل نهار يقدر يعمل فيديو رد على الشيخ العالم الجليل ابن عثيمين حينما سئل هذا السؤال؟ قيل له: نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟ فكان جوابه أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان ليست أفكارا، الكلام لسه لي، ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله ليسير عباده عليه. وخلاصة الجواب أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول أيضا: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، يستتاب أو يقتل. ها، يقدر الشيخ عبدالله رشدي أو غيره ممن يتبنون ملف الإلحاد والتصدي للشبهات التي تثار حول الإسلام العظيم يعمل فيديو ويقول أن هذا الكلام خطأ وليس من الإسلام؟ لا، الأسهل إنك تعمل فيديوهات تكذب الملحدين وتبين إن هم لا عقل لهم، إلخ إلخ، وكلام العلماء الأكابر الأجلاء نداري تحت الكنبة. لا، وبتزعلوا قوي لما نقول عليكم شيوخ ترقيع. أنا عارف إن بعد الفيديو ده هيتعمل فيديوهات ردود على آدم المصري، الملحد، الدجال، المش عارف إيه، لكن أتحدى أي شيخ من اللي هيعمل رد إنه يعرض تصريحات وفتاوى الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين ويقول بمنتهى الوضوح إن كلامهم غلط وليس من الإسلام في شيء. أتحدى، لأن هذا هو الواقع. معلش، الإسلام دين إكراه، دين وجوب، فريضة لا يجوز غيرها. يبدأ بالفتح والسيف والإغارة، يقاتل الكفار ويفرض الجزية على أهل الكتاب، وإن اضطر للمعاهدة فلمدة زمنية محددة وليست مفتوحة الأمد، وإن دخل فيه من دخل فالقتل عقاب لمن يخرج عنه. وبعد كده يقولك لا إكراه في الدين، إن الله لا يحب المعتدين. خلاصة القول لكل مشاهد: الدين اللي يأمرك بقتل بني آدم آخر ده مش دين من عند الله. وخلي بالك من الكلام كويس عشان محدش يلفك بكلمتين، أنا ما قلتش الدين اللي يسمح لك بقتال إنسان آخر، لا، أنا قلت الدين اللي يأمرك بقتل إنسان آخر ليس دين من عند الله. العقيدة اللي تقولك المرتد أو تارك الصلاة يستتاب أو يقتل، وهذا بإجماع جمهور العلماء، لا يمكن يكون دين من عند الله.